صباح الفل، وصلت في التلج على الديك بره. تقريبا حوالي 2 أو 3 سنتي. اوكي، انا البوت لازم بوت بتاع المجاري ده. بعدين نطلع. طبعا هي اكسبكتد ان التلج يوصل 5 سم تقريبا. اوكي، لسه بينزل. بعد كده مفيش فايدة ان حد يعمل اي حاجة. الاتجاه جاي طيب. حتى لو دورت السنو بلور دلوقتي there's no point. هنا الدنيا اهي فاضية، يعني امبارح ما كانش فيه حاجة. انا تحت الشجر، المفروض بقى قانونا انا لازم انظف ده كله لحد الناحية التانية. طيب انا مش هعمل اي حاجة دلوقتي، بدنا نشوف الدنيا. التلج تقريبا ارتفاعه باينة على الطريق، تقريبا حوالي من 3 ل 4 سنتي. طبعا ان انا اشيل حاجة زي كده بايدي مش ممكن، لازم السنو بلور جاروف من ده. ده جروف على فكرة بتاع ده كله، بستخدمه ساعات برضو، ساعات لما يا دوبك بفتح سكة ان انا اطلع العربية. لكن في الحاجات بقى خلاص الدنيا بتكون قفلت بالشكل ده، لازم ابور الزلط ده. عايز نبص الدنيا هنا. لسه عمال ينزل، مش حاجة في البريد. هي الدنيا مش برد عموما، يعني درجة الحرارة يمكن -2 ولا حاجة. مش مكان ما الراجل داس رجله كانت بلاك ايس. شوف هنا شايف الدنيا، بس البوت رايح لحد فين. لسه عمال ينزل. تبان اكتر هنا. يا ربي. عمال ينزل. الدنيا مش برد، بس تلج كتير، يعني درجة الحرارة بعد -7، لا مش بقى، يعني نقول بعد -10 كمان أو 11 خلاص بتبقى كلها زي بعض. بس دلوقتي الدنيا يعني مفيش برد، وطالع من غير جلاف من غير أي حاجة. مش أي حاجة على دماغي، مش فارقة، الجو لسه معقول. المنظر بتاع الشجر، بيت الدنيا هنا يا ربي. خلاص وصلت الشتوية. الجيران هنا ناس لطيفة جدا، والله انا يعني انا ما شفتش من ساعه ما هجرنا هنا غير هي يمكن 2 أو 3 مرات كان في ناس زي ما بيقولوا رود، ناس مش لطيفه. 2 أو 3 مرات في 3 سنين. اوكي، كان مره دخلت تيم هورتون. هو بيحصل هنا ان انت عادي جدا واحد تلاقي وانت مثلا داخل بتاخد قهوه او بتعمل تاخد دونتس او اي حاجه، لان هنا ده في الكالتشر الكندي.
تلاقي دايما الناس الصبح كله متجه على تيم هورتون، قهوة ودونتس الصبح أو قهوة وبيجل، ده الفطار. كان دفع لي، فبحكي للناس في الشغل قالوا لي don't let it stop in your like you know don't let it stop، يعني ما توقفش الانيشيتيف اللي بدأت بيه. طالما حد جاب لك حاجة، لما انت تدخل تيم هورتون في مرة ادفع لحد عادي. رحت وكان في واحد شكله يعني معرفش هو كان شارب حاجة ولا كان ايه بالظبط، فجيت ادفع له ضايق جدا وما كانش لطيف، يعني كان الرياكشن بتاعه مش لطيف. بعدها يعني انا مش ما حبيتش اعمل الموضوع ده، بعدها يعني كررت الموضوع على ان انا كان حد دفع لي فلازم تعمل نفس الموضوع ده هنا بيقول لك the universe give you something so you have to give it don't stop it keep it going. ف رحت لقيت حد تاني بعدها كان في ناس لطيفة جدا بصراحة، تقبلوا مني الموضوع ده، و يعني حتى بعدها ابتدوا يسألوا انت منين، ابتدينا نتكلم مع بعض، وكانت يعني زي ما نقول كده قعدة لطيفة. قعدنا حتى بعد ما دفعت الحاجة قعدنا مع بعض شربنا القهوة سوا، ما سألناش بعض أسامينا ايه، انت منين، انت من هنا، كذا 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 بتاع، وخلاص وشربنا القهوة كل واحد خد طريقه. بس كانت قاعدة لطيفة، يعني في ناس كتير هنا، انت ممكن زي ما احنا في مصر بنقول ممكن نتقابل هي قهوة أو كافيه أو أي مكان، زي ما بتحصل المقابلات بتاعتنا في مصر، انت ممكن تقابل حد هنا تدفع له يدفع لك، الدنيا عادي لطيفة جدا عادي. في ناس ما بتتقبلش، في يعني من اكسبيرينس حصلت، كان في واحد مش لطيف، ما اعرفش ايه السبب، يمكن ما كانش يومه كويس وتعامل معايا بشكل مش لطيف. بس حصل في مرة انا داخل برضو على ال في الدرايف ثرو اللين، بعد كده لقيت العربية اللي قدامي دفعت لي. طيب يا جماعة ايه الحكاية؟ لا، هي الناس بتحب، عارف اللي هو ايه، كان يومه حلو فبيحب يصبح على الناس، يبقى في حاجة لطيفة، يعني I'm happy I will make you happy that's it، بس هو ده اللي بيحصل. يلا انا طولت عليكم، يلا يومكم جميل، يبقى قدامنا شغل كتير النهاردة. السلام عليكم.